كان يسعدني تواضعه وأفكاره وشجاعته، ليس فقط شجاعته السياسية بل شجاعته الفكرية وشجاعته في التربية. كان يحب في الجيل وفي أولاده كل من يزوره من الصغار ومن الكبار، كان نصيحته وهو التربية التربية التربية، لأن حقيقة إذا كانت هناك تربية فالعطاء يكون كثيرا جدا في عدة مجالات، وإذا لم تكن هناك تربية ولا حياء فلا يمكن أن ننتظر شيئا يعود بالنفع على أبنائنا. وعندما أقول أبنائنا، أبنائي وأبناؤك وأبناء الآخر، فكان يوصي ويؤكد في وصاياه على التربية وعلى أن يعمل كل واحد لأخيه.